أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماه ربيع الأول کا پہلا بدھ ہے، چار دعائیں پڑھنا مت بھولیں، ان کی برکت سے پورا مہینہ آپ کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا، اور جتنا بھی آپ پر قرض ہوگا ان دعاؤں کی برکت سے وہ قرض ختم ہو جائے گا، قرض کی ادائیگی کا غیبی سبب پیدا ہوگا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ان دعاؤں کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ان کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزيز۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ربنا أنزل علينا مائدة السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب وجواب عتيد، ولكل صامت منك علم باطن محيط۔ أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك وملكك الدائم وكلماتك التامات، يا من لا تنفعه طاعة المطيعين طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين۔ صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني به العافية برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا،
ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تين مرتبة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سات مرتبة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين ثم آمين يا رب العالمين.